السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي الآن نحل مثال 6. طبعا هو مثال على الحركة في بعدين. أعرف أنها شوي يعني شوي يبي لها تركيز، لكن الكتاب شوي معقدها، وإن شاء الله حنا بنحلها بأبسط صورة. بس أهم شيء رتب معلوماتنا ترتيب صح، لأنه في أشياء راح تساعدنا في المسألة أنه إحنا نعرف جوابها على طول. يقف شخص كتلته 62 كيلوغرام على زلاجة اللي هو مثل ما تشايفينه. هذا الشخص وزنه أو كتلته، عفوا كتلته وليس وزنه، كتلته 62 كيلوغرام، واقفه الآن على زلاجة ويتزلج أسفل المنحدر مثل ما تشايفين. إذن أنا أعطاني هنا M اللي هو الكتلة. طيب يميل عن الأفقي بزاوية كم؟ هذه الزاوية 37، إذن هذه ثيتا حقتنا. فإذا كان معامل الاحتكاك مثل ما احنا عارفين أنه المتزلج قاعد يحتك في الأرض وفي قوة احتكاك، وبالتالي في معامل احتكاك الحركي بين الزلاجة والثلج وهي 0.15. طبعا معامل الاحتكاك احنا نعرفه أنه ميو كي، خلاص، أو ميو لحالها مو لازم كي. فما سرعة الشخص بعد مرور، إذا ماذا طلب؟ طلب مين؟ سرعة الشخص بعد. أول ما نقرأ بعد معناته يبغى السرعة النهائية. فما سرعة الشخص بعد مرور 5 ثواني؟ 5 ثواني طبعا معطيني الزمن من بدء حركته، علما بأنه انزلق من السكون. السكون هنا كي وورد جدا 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 مهمة. إيش الكيوورد أستاذة هنا؟ الكيوورد هنا يا حبايبي أنه ابتدأ أو انطلق من السكون، معناته السرعة الابتدائية في initial كانت 0 أو 0. شفتوا؟ إحنا طلعنا الآن هذا الكلام من دون ما هو يقول لنا، إحنا عرفنا من الكيوورد حقتنا. إذن نرتب المعلومات. طلب مين؟ طلب السرعة النهائية في فاينل. في فاينل قانونها هي عبارة عن السرعة الابتدائية زائدا التسارع في الزمن. لو لاحظنا الآن، لو لاحظنا أنا حبدأ لكم من النهاية بالكتاب، هذا حطها آخر فقرة، لا هذه أهم فقرة. طيب V final تساوي V I زائد AT. V I هي السرعة الابتدائية، كم مقدارها؟ 0، راحت انتهينا منها. يطلع لي القانون V final تساوي A ضرب T. T موجودة الحمد لله 5 ثواني، لكن ال A ما هي موجودة، وال A بتعبنا شوي عشان احنا نطلعها، لانه احنا نعرف انه ال A هي عبارة عن ال F على ال M، القوة على الكتلة. الكتلة موجودة بس القوة لا. ليه يا أستاذة مريم القوة موجودة؟ لأنه أنا عندي كذا قوة في المخطط، عندي قوة عمودية، عندي قوة الوزن، عندي قوة الاحتكاك، عندي كذا قوة، فأنا لازم أطلع شيء اسمه محصلة القوة. طيب كيف يا أستاذة راح نشتغل على هذا الشيء؟ راح نشتغل مع بعض بإذن الله حبة حبة عشان يتضح لنا الرؤية اللي حنا موجودين فيها. طيب أول شيء بما أنه المتسابق قاعد يتزحلق باتجاه الإكس، معناته التسارع فقط موجود عندنا باتجاه الإكس. هل هو يتسارع باتجاه الواي؟ هل هو يطير؟ ما طار، هو جالس يتزحلق بهالاتجاه، فمعناته هنا أنا ما عندي تسارع. الحمد لله ريحني، الحمد لله ريحني. إذن أنا فقط أشتغل على القوة اللي موجودة على محور الإكس فقط، الباقي أنا ما علي منه، اللي فوق وتحت أنا ما علي منه، اللي على محور الواي أنا ما علي منه، أنا علي فقط من القوة اللي موجودة على محور الإكس. كيف أستاذ أنا أطلع هذه القوة؟ جدا سهلة. حقول أول شيء F المحصلة. F مين؟ FX. فقط أبغى محصلة الـ FX. يلا نمشي من هنا. لما أنا أمشي من هنا عندي قوة الوزن من هنا. قوة الوزن فيها مركبتين نفس اللي أخذناه في مثال 5. عندي FG الـ X وعندي FG الـ Y. أي واحدة أخذ؟ الـ X أو الـ Y؟ أنا أخذ الـ X مثل ما اتفقنا، أنا أخذ فقط الـ X، ما علي من الـ Y لأن الرجال قاعد يمشي على الإكس. إذن FX أول شيء راح أخذه FGX زائد. طيب الـ FGX هل هذه موجب أو سالب؟ موجب طبعا، شوفوها هنا على المحور الموجب، فهذه حتصير بالموجب. طيب
أخذ القوة الاحتكاك FK، لكن لما أنا أضيف الـ FK، لاحظوا معي هنا ملاحظة بسيطة، FK على محور الـ X الموجب أو محور الـ X السالب؟ محور الـ X السالب، لذلك أنا بشيل الزائد بهالشكل وأحط سالب بهالشكل. يلا هو أشتغل. FX هي عبارة عن، أفكك الـ FX هي عبارة عن الـ M في الـ A، FGX هي عبارة أيضا عن الـ M مو في الـ A، لا الـ M في الـ G لأنها قوة وزن. في إيش؟ في سلمكم الله ساين الثيتا. ليش السادة قلنا ساين الثيتا؟ لأنها مقابل للثيتا. لو سحبت هذا المحور هنا، نفس السؤال السابق، لو سحبنا هذا المتجه وحطيناه هنا يطلع مقابل للزاوية هذه، فأنا حقول MG ساين الثيتا ناقصا الـ FK، نفس الحكاية حنقول إنها عبارة عن الـ MG لكن كوساين الثيتا. ليه قلنا كوساين؟ لأنها مقابل للزاوية. طيب يا سادة، هنا الـ MG نسينا شيء في الـ FK، هي عبارة عن الميو. خليني أمسحها مرة ثانية وأقول أنها عبارة عن الميو كي، عرفتوا؟ M G كوساين الثيتا. طيب نجي الآن نحاول نختصر، خل أغير لكم اللون عشان نعرف. هتجيني الآن تشيلين الأمات كلها مع بعض، راحت كذا الأمات كلها مع بعض، ويطلع لك التسارع، فيطلع لي التسارع A، أخذ الجي عامل مشترك حقول أنه عبارة عن جي، أفتح قوس حقول ساين الثيتا ناقصاً ميو كي في كوساين الثيتا. جي اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية 9.8، ساين الثيتا اللي هو لا إله إلا الله ساين 37، سوري مو مبين صح، ساين 37 الزاوية، ناقصا ميو كي اللي هي 0.15 في كوساين 37. تعويض عادي يا بنات، تعويض عادي. لما أنا أعوض يطلع لي A في الأخير يساوي لي كم؟ 4.7 متر لكل ثانية تربيع. الحمد لله على السلامة، طلعنا الـ A، طلعنا التسارع اللي كل هذه الحوسة عشان نطلع التسارع. طيب هل هو طلب التسارع؟ لا، ما طلب التسارع، طلب إيش؟ السرعة. فأرجع أكتب القانون من جديد، V final تساوي V initial زائدا A في T. قلنا V initial راحت لأنها صفر، لأنه انطلق من السكون، خلاص معناته البداية صفر. الـ A الحمد لله السلامة طلعناها، حيساوي 4.7 ضرب T اللي هي الخمسة الزمن، ويطلع لي الجواب في الأخير أن السرعة هي عبارة عن 24 متر لكل ثانية. أدري أن المسألة شوي طويلة، أدري أن المسألة فيها كذا يعني مفاهيم داخل في بعض، سرعة وتسارع وقوة ومدري إيش، بس هذا المثال يربط لك كل الأشياء اللي تعلمناها مع بعض. عيدوا المقطع مرة مرتين وثلاثة وبإذن الله بيكون جدا سهل وأسهل من الكتاب بمراحل. ويعطيكم ألف صحة وعافية، تنسوا تسووا لايك سبسكرايب وتشيرون الفيديو مع أصدقائكم.